موكلتي كانت في حفلة، حفلة يعني مزيكا، رقص، ضحك وهزار. كل الموكلاتي عملته ان هي صورت فيديو لنفسها وهي بتهزر مع صحابها عادي زي ما كل الناس بتعمل. الفيديو ده في التوقيت ده ما كانش المقصود بيه اي حاجة في الدنيا غير الهزار وبس. هي اصلا ما كانتش تتوقع ان الناس ممكن تاخد الفيديو ده على محمل الجد، ولا كانت عارفة ان الفيديو هينتشر اساسا. الدفاع عاوز يقول ان ساندرا ما كانتش تقصد ان الفيديو ينتشر، مع العلم حضرتك ان هي اللي نزلته على الفيسبوك بنفسها، كانها ما تعرفش ان فيديو زي ده ممكن يسيء لسمعه لينا وبالتالي لسمعه الشركه. فانا بعد اذن المحكمه بطلب بشهاده المتهمه. اتفضل. انا لينا الحديدي، بدات الشركه دي من 10 سنين، واكيد حضراتكم عارفين يعني ايه اكون مطلقه وام، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اكون ناجحه. انا اخترت الشغلانه دي رغم كل الصعوبات والمشاكل اللي فيها، واي ست في القاعه هنا هتبقى فاهمه يعني ايه احنا بنتعب علشان يبقى عندنا الامكانيه ان احنا نكون ناجحين ويكون لينا مكان في اي مجال بنختاره. بص انا عايزك تهدي خالص، كاننا اصحاب بندردش مع بعض مفيش حاجه. اوكي، تعرفي ساندرا منين؟ انا وساندرا كنا مع بعض في نفس الشغل، ابتدينا في نفس الوقت تقريبا وفي نفس الشغلانه. بعدها بفتره انا اترقيت وبقيت مديرتها المباشره. اوكي طيب، وتعرفي ايه عن موضوع الفيديو؟ اعرف انا كنت في الحفله. فعلا؟ وكانت حفله حلوه؟ كانت حفله حلوه. طيب والحفله دي كانت بمناسبه ايه؟ ترقيتي. فعلا؟ يعني اترقت في نفس اليوم اللي حصل فيه الفيديو. طيب وتعرفي ايه تاني عن الفيديو؟ لما شفتيه حسيتي بايه؟ يعني جايز تكون ساندرا اتضايقت ان هي ما ترقتش وقررت تعمل الفيديو ده عشان تضايق لينا، يعني عشان ما رقتهاش هي. اه طبعا مفهوم. استاذ ساندرا، ممكن تقول لنا عملتي الفيديو ده ليه؟ هزار، مجرد هزار مش اكتر. كويس قوي. يا ترى ايه مشاعرك تجاه مديرتك؟ وبعدين بقى كان لازم تعرف ان طايل هيفضل يغني نشيد الهزار ده، خاصة ان مفيش اي ادلة تثبت غير كده. طب انا لازم اتصرف. هتعمل ايه؟ هعمل اللي زنقلي عليه. استاذة ساندرا، حضرتك بتحب الهزار طبعا مش كده؟ اكيد، مين مش بيحب الهزار؟ الا لو الهزار ده اثر على شكلك قدام الناس، بس مش ده موضوعنا. انت كنت متوقعة الطريقة دي من امتى؟ من 3 سنين. كويس اوي. ليه بقى ما حاولتيش تشوفي مشكلتك فين وتحليها؟ انا مش عارفه انت ليه فاكر ان المشكله عندي. هو مش انا اللي فاكر، تقارير الاداء الوظيفي هي اللي بتقول كده. كل الكلام اللي فيها بيقول انك عندك مشكله كبيره ودايما بتهربي منها ومش عايزه تحليها. لا ما حصلش، انا دايما بحاول ان انا اطور من نفسي واحسن من نفسي عشان اترقى. طيب مش يمكن تكون مديرتك عندها حق وانك ما تستاهليش الترقيه دي؟ ما استاهلش اترقى وانا شغلي بيزيد كل سنه. ده مش دليل على اي حاجه، ممكن يكونوا بيزودوا الشغل فعلا بس على قد امكانياتك، وانك فعلا ما تستاهليش الترقيه دي، او ببساطه انت مش قدها. لا قدها. لا مش قدها. لا قدها. ها الدفاع يا كامل استجواب ولا ايه؟ لا. حكمت المحكمة لصالح المدعي، رفعت الجلسة. آدم، أنت شايف إن اللي عملته ده صح؟ اللي عملته ده هيخليك من نوع المحامين اللي عمرهم ما هيدخلوا الشركه.